منذ أن بدأ يتردد على سوق الخميس السوق الأسبوعي لخميس زمامرة لم يغير شعيبة مكانه ولا نشاطه. يأتي صباحا يتناول وجبة الفطور في السوق ثم يقصد مكانه ذاك غير بعيد عن موقف الشاحنات، ينصب طاولته القابلة للتفكيك، ومن قفته يخرج حزاما جلديا قديما وقطعة خشبية صار لها بعض لمعان لكثرة ما تداولتها الأيدي. إلى سنوات قريبة كان ذاك كل معدات عمله، ثم اشترى مكبرا للصوت يركبه على قضيب حديدي طويل، يمسك بالميكروفون ثم ينادي على من يريد الربح. يعلم أن زبائنه الأوائل لن يتأخروا، أغلبهم من الشباب ومن المغفلين الذين كان يحرص أيما حرص على اقتناصهم، ثم يهتف بنبرة من يزف بشرى: اربح اربح اربح. عباراته تلك كانت كفيلة بجلب الفضوليين الذين يراهن شعيبة على أن يصير عدد منهم من زبائنه قريبا. هي لعبة قمار. يلف شعيبة الحزام الجلدي القديم فيصير كالقرص، في وسطه فراغان، يراهن الزبون بدرهمين. يعده شعيبة بأنه إن حالفه الحظ سيربح 20 درهما، هو مبلغ يغري الفقراء والعاطلين بالمجازفة. يسلم الزبون القطعة الخشبية التي طولها بعرض الكف. المطلوب أن يضع القطعة الخشبية في واحد من الفراغين. لا يتردد الزبون فيضع القطعة الخشبية في الفراغ الذي يظن أنه سيمكنه من ربح 20 درهما، يدخل يده في جيب سرواله ليخرج الدرهمين. في تلك اللحظة وفي لمح البصر يغير شعيبة مكان القطعة الخشبية، يضعها في الفراغ الآخر وهو يصيح: اربح اربح اربح. يبتسم المتحلقون، ومنهم من يضحك لغباء الزبون الذي يخرج الدرهمين ويسلمهما لشعيبة الذي يجر الحزام الذي لن يعلق. يبقى الزبون ممسكا بالقطعة الخشبية. يسمع من كل جوانب الحلقة ضحك المتحلقين. يلتفت الزبون ويمسح الوجوه التي تكون الحلقة علّه يكتشف من يسخر منها، ثم ينظر إلى شعيبة الذي يكرر لازمته تلك: اربح اربح. يعجب المتحلقون حوله لقدرته على التماسك في مشاهد تبعث على الضحك. من حول مائدة القمار تلك تستمر الحركة طبيعية وتبدو التجارة رائجة. المتسوقون الذين يبحثون عما يزودون به عائلاتهم من مأكل ومعدات لا يتوقفون عند حلقة شعيبة. كثيرون يضيفون إلى الاسم نعتى القمار. ينضم إلى الحلقة كهل يرتدي جلابة صوفية بنية، يكرر شعيبة بصوته المبحوح كلماته التي تعد بالربح، ثم يتقدم الكهل نحوه، يقول على مسمع من المتحلقين: سأراهن 20 درهما. ينظر إليه شعيبة ثم يقول: وأنا أعطيك 100 درهم إن ربحت. وحتى يطمئن المتحلقين إلى أنه لا يكذب، يخرج من جيبه ورقة من فئة 100 درهم، يلوح بها وكأنه يريد أن يراها كل من في الحلقة، ثم يضعها على الطاولة. يعمد إلى لف الحزام الجلدي كما يفعل في كل مرة، يمسك القطعة الخشبية الصغيرة وهو يردد لازمته وبحماس أكبر هذه المرة، ثم يسلمها للرجل الذي يبادر بوضعها في أحد الفراغين. يمسك شعيبة بطرف من الحزام الجلدي الملفوف، ينظر في عيني زبونه الذي يعتمر طربوشا صوفيا تمازج فيه الأصفر والأزرق، ثم يسحب الحزام. يحدث ما لم يحدث مع الزبناء السابقين، يصيح شعيبة ملء رئتيه: اربح اربح اربح. ثم يضيف: وقد ربح 100 درهم. كررها مرات متتالية. يمسك بورقة 100 درهم ويقترب من زبونه المحظوظ. الآن كل من في السوق يسمعون، يهنئه ويخيره إن كان يريد تسلم ربحه 100 درهم أو أن يراهن من جديد على ربح آخر. قال شعيبة إنه إن قبل أن يراهن 100 درهم فإنه سيرفع المكسب إلى 300 درهم. يسمع صوت الرجل الكهل يقول إنه يريد 100 درهم. يسلمها إليه وهو يقول: كما تريد. ثم يضيف: الربح موجود في حلقة شعيبة. تراجع الكهل وغادر الحلقة وكأنه ما جاءها
إلا ليربح 100 درهم. وبينما ذاب في زحمة السوق سمع بعض ممن في الحلقة يتخافتون أن الرجل محظوظ. لا أحد من رواد سوق خميس زمامرة يعرف من أين يأتي شعيبة. أغلب الناس هناك يرون أن شعيبة القمار وجه من السوق، حضوره يبدأ ببداية يوم السوق وينتهي عصرا حين يجمع الباعة أمتعتهم، ويكون أغلب المتسوقين من خميس زمامرة والقرى المجاورة لها قد غادروا محملين بمقتنياتهم. عدا ذلك لا يهمهم في شيء أمر الرجل الذي يشاهد بعد أن ينفض المتحلقون من حوله وهو يتناول وجبة من سمك مقلي أو القطان في واحد من تلك المطاعم التي تقام ليوم السوق، ولم يشاهد قط بمفرده. وذاك اليوم شهد معه الكهل الذي ربح 100 درهم. لن يقيم أحد صلة ما بين الرجلين إلا إذا كان من المتفرجين الذين رأوا كيف تمكن ذلك الكهل دون سواه ممن سبقوه من ربح غير مسبوق. ما لا يعرفه عامة الناس في سوق الخميس يعرفه سائق تاكسي كثيرا ما أركب شعيبة من أسف. يسكن شعيبة في المدينة القديمة منذ بضع سنوات، جيرانه لا يعرفون عنه الكثير إذ كان قليلا ما يرى. يدخل سكنه في سطح أحد المنازل ليلا، وحين يغادر فإنه يغادر باكرا. لعل أغلبهم لا يعرفون شيئا عن نشاطه الذي يزاوله في الأسواق الأسبوعية خارج آسفي كما يفعل في سوق خميس زمامرة. كان يعيش وحيدا، ولم يتمكن كثير ممن تملكهم الفضول من كشف سر ذلك الرجل. ملامحه تشي بحذر شديد لا يفارقه، عيناه تتحركان في اتجاهات شتى وبلا توقف. في آسفي يقتصر نشاطه على لقاءات في مقهى وسط المدينة مع أشخاص يعدهم شركاءه، إذ كانوا يتقمصون أدوار زبناء يراهنون بمبالغ تزيد عن المألوف ويكسبون أضعافها، كما كان حال الكهل الذي كسب 100 درهم في سوق الخميس. كان من بين مجموعة شعيبة التي تتكون من 5 في المجموع من تخصص في السرقة. كان دور هؤلاء يأتي حين تكتمل الحلقة، يندسون بين المتحلقين ويطلقون أصابعهم في جيوب المشدوهين يستلون منها ما قد يكون بها من نقود. وفي نهاية كل يوم يقتسم 5 ما يتم الحصول عليه من لعبة القمار والسرقة ثم يتفرقون. كان شعيبة كبيرهم، ولم يكن يتردد في كل مرة في تذكيرهم بأنه مستعد ليقسم بأغلظ الأيمان أنه لا يعرفهم إن هم وقعوا في قبضة الدرك. استمر نشاط تلك المجموعة التي لا تلتئم إلا في ذلك المقهى في أسفي 10 سنوات، إلى أن أمسك بأحد أفرادها اللصوص في السوق الأسبوعي لجمعة سحيم. يومها يذكر شعيبة انفض من كان في الحلقة، وتبع اللص الذي نال من الضرب والرفس والركل الكثير قبل أن يقتاد إلى مخفر القوات المساعدة ثم ينقل إلى مركز الدرك. اعترف بأنه لم يكن يسرق لحسابه فقط، وإنما لحساب المجموعة التي يتزعمها شعيبة. لم يكن صعبا الإمساك بصاحب طاولة القمار، ولكنه أنكر كل معرفة له بالشخص الذي تم القبض عليه، وعزز إنكاره بأن أقسم بأغلظ الأيمان أنه لم يسبق له أن رآه من قبل، وأنه إن كان يسرق في الحلقة فإنه لا يتحمل أي مسؤولية في ذلك. في اليوم التالي مساء التقى أفراد المجموعة وقد نقص واحد منها. ظن شعيبة أن كل شيء قد انتهى، وأنه لم يظلم صاحبه الذي أمسك به ليتابع بتهمة السرقة. مر أسبوع على تلك الوقائع حين فوجئ شعيبة صباح ذات يوم بباب سكنه يقرع. منذ أن سكن في سطح تلك الدار في المدينة القديمة لم يزره أحد قط. نهض من مكانه وفتح الباب. هما رجلان لم يرهما من قبل، ومعهما صاحبه الذي أمسك به في سوق جمعة سحيم. لم يكن يقوى على النظر إليه، ولكنه سمعه يقول للرجلين اللذين قال إنهما من الشرطة: هذا هو. سأله أحد الشرطيين: هل أنت شعيبة؟ نعم سيدي. عليك أن ترافقنا إلى الكوميسارية. نعم؟ ماذا فعلت؟ هل تعرف هذا الرجل؟
تظاهر بأنه يستكشف ملامحه، ثم سرعان ما قال: لا 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 أعرفه، ولم يسبق لي أن رأيته. في كل الأحوال، قال الشرطي: ينبغي أن تأتي معنا إلى الكوميسارية. لاحظ الشرطي كيف امتقع لونه، لم يكن لديه من سبيل إلا الاستجابة. انتعل حذاءه وأقفل باب ذاك السكن ونزل مع الشرطيين وصاحبه الذي أنكره. كان الرجل وهما في الطريق إلى سيارة الشرطة يختلس إليه من حين إلى آخر نظرات متواعدة. في مركز الشرطة، حين أدخل شعيبة على من تولى الاستماع إليه، كانت النبرة مختلفة، وسرعان ما أدرك أنه متهم بتزعم عصابة إجرامية، وللمرة الأولى اضطر إلى كشف هويته الحقيقية. عبد الحفيظ ثريدو. شعيبة لم يكن سوى قناع ظل يحمله سنين عديدة. وللمرة الأولى سيعلم شركاؤه الذين جيء بهم في اليوم نفسه أن شعيبة خسر رهان التخفي. الرجل الذي كان يوم اعتقل في 45 ينحدر من الدار البيضاء من سباتا، كان مبحوثا عنه في قضية سرقة تعرض لها متجر للمواد الغذائية. لم يكن وحيدا، كان معه 3 من أبناء الحي ممن كان يلازمهم، وقعوا تباعا في يد الشرطة بينما اختفى هو دون أن يترك أثرا. حدث ذلك قبل 20 عاما، وقد ظن أنه باستقراره في أسفي واستبدال اسمه بشعيبة لن يمسك به. تعرف إلى 5 الذين كانوا يشكلون مجموعته خلال تنقله بين الأسواق حاملا تلك الطاولة القابلة للتفكيك. كانوا أغلبهم متخصصين في السرقة من جيوب رواد الحلقات ومن المتسوقين، الذين لم يكونوا متمرسين في النشل والسرقة كانوا يلعبون أدوار الزبائن الذين يحالفهم الحظ. في الأسواق الأسبوعية التي كان شعيبة يرتادها بانتظام، قيل وقد لوحظ غيابه إنه مات.